في ربيع عام 2016 أطلقت السعودية أكبر خطة تشهدها المملكة تحت شعار رؤية 2030 لتنويع الاقتصاد والتجهز لحقبة ما بعد النفط. أطلقت الخطة مشاريع ضخمة بمئات المليارات من الدولارات لتطوير البنية التحتية للصناعة والاستثمار وتوفير الوظائف، أحدثت نقلة نوعية في عدة قطاعات بالمملكة. هذه هي أبرز المشاريع العملاقة في رؤية 2030. مدينة وعد الشمال للصناعات التعدينية هي من أكبر المدن الصناعية في السعودية، تقع شمال شرقي مدينة طريف في منطقة الحدود الشمالية على مساحة 440 كيلومتر مربع. حجم المشروع 85 مليار ريال بمراحله كافة. هي مدينة تعدينية متكاملة وتهدف لتنمية منطقة الحدود الشمالية اقتصاديا واجتماعيا عبر استثمار الاحتياطي الهائل للفوسفات المقدر بنحو 2.7 مليار طن، ويمثل حوالي 7% من المخزون العالمي. وقد سعت المملكة إلى جعل وعد الشمال مدينة صناعية نموذجية متكاملة توفر للمستثمرين كل ما يحتاجون إليها، بدءا من عمليات استخراج المعادن من الأرض حتى عملية التصدير والبيع في الأسواق العالمية. مدينة رأس الخير الصناعية هي توأم مدينة وعد الشمال الصناعية، حيث تختص بالصناعات التعدينية أيضا على مساحة 179 كيلومتر مربع واستثمارات بمئة مليار ريال سعودي، وتشمل خمسة قطاعات رئيسية هي صناعة الفوسفات والألومنيوم والنحاس والزنك والحديد وغيرها من الصناعات التعدينية. كما أسهم إنشاء ميناء رأس الخير الصناعي الذي جهز ببنية تحتية وأعماق بحرية تتناسب مع الصناعات التعدينية، وإنشاء محطة تحلية رأس الخير لإمداد المدينة بما تحتاجه من الكهرباء والماء في تطور مدينة رأس الخير الصناعية. وتهدف المملكة من خلال التوسع في الصناعات التعدينية إلى تنويع مصادر الدخل واستغلال الثروات التعدينية بالمملكة التي لم يستغل منها سوى 3% بحسب آخر إحصائيات. وتسعى المملكة إلى أن تصبح ثاني أكبر منتج للفوسفات في العالم بحلول عام 2024 عبر تلك المشروعات العملاقة كمدينة وعد الشمال ومدينة رأس الخير الصناعية، حيث تنتج كل منهما 3 ملايين طن من الأسمدة الفوسفاتية سنويا. مدينة الملك سلمان للطاقة هي مدينة صناعية متكاملة تمتد على مساحة 50 كيلومتر مربع في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية، ويتم تطويرها لتصبح البوابة الرائدة لقطاع الطاقة الإقليمية. وتقدم مدينة الملك سلمان للطاقة سبارك بنية تحتية بمواصفات عالمية للمستثمرين العالميين في صناعة النفط الخام والغاز والتكرير والصناعات البتروكيماوية والطاقة الكهربائية وإنتاج المياه ومعالجتها. ويتوقع أن تساهم سبارك بأكثر من 22 مليار ريال سنويا في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بحلول عام 2035. مدينة الجبيل الصناعية هي من أكبر المدن الصناعية في العالم، ويوجد بها عدد من المجمعات الصناعية الخاصة بالبتروكيماويات والصناعات الأساسية، وهي إحدى الركائز الأساسية لبرنامج التصنيع بالمملكة، وقد اختيرت لقربها من مصادر النفط والغاز إضافة لوقوعها على ساحل الخليج العربي. وتعتبر المنطقة الشرقية بشكل عام مركز ثقل الصناعات الأساسية بالمملكة، إذ يتوطن فيها 80% من المجمعات الصناعية للشركة السعودية للصناعات الأساسية سابك. تتركز معظمها بإجمالي 13 مصنعا في مدينة الجبيل الصناعية، إضافة لمصنع واحد في مدينة الدمام، وذلك من إجمالي 16 مصنعا تمتلكها سابك داخل المملكة. مشروعات عملاقة تسعى المملكة من خلالها إلى تنويع الاقتصاد وتعظيم بنيتها الصناعية وما تملكه من إمكانيات لتجاوز مرحلة الاعتماد على النفط. الإرادة السياسية القوية والرغبة والإرادة الشعبية القوية، كل عناصر نجاح موجودة لخلق شيء عظيم وكبير داخل المملكة العربية السعودية.